تقييم الخط المستقيم رائع. أول درس في الوحدة العشرة اسمه تصنيف الأشكال الهندسية. الأشكال الهندسية صنفها، قال لك أول حاجة بدأ يفرق لك بين أنواع الخطوط. في حاجة اسمها قطعة مستقيمة. يعني إيه مثل قطعة مستقيمة؟ يعني ليها نقطة بداية وليها نقطة نهاية. يعني أقول مثلا هي ابتدت من عند الواحد وانتهت عند الاتنين، ابتدت عند الخمسة وانتهت عند السبعة، ابتدت من عند الصفر وانتهت عند العشرة. بيبقى إحنا عارفين الرقم اللي ابتدت من عنده ووصلت لحد فين، دي القطعة المستقيمة. طيب أمال مين هو الشعاع؟ بيبقى ليه بداية لكن أنا مش عارفة هو هيوصل لرقم كام، مش عارفة النهاية بتاعته. يعني أنا عارفة إنه ابتدى مثلا من عند الزيرو، لكن هل عارف نهايته؟ لا، أنت مش عارف نهايته، هو ماشي على طول على طول على طول، أنت مش عارف إيه آخر رقم هيوصل له. يبقى الشعاع بيبقى ليه بداية لكن ملوش نهاية، يفضل يمشي 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 لحد إلى ما لا نهاية. إحنا مش عارفين آخر رقم إيه، حد يعرف أكبر رقم في الأرقام؟ محدش يعرف ايه اخر رقم، فعشان كده احنا بنقول ايه الخط المستقيم؟ ملوش ولا بداية وملوش برضو ايه نهاية. يعني انت مش عارف هو ابتدى منين وانتهى فين، بيمتد من على طول هنا، بيمشي كده على طول وبيمشي كده على طول. يبقى تاني القطعة المستقيمة ليها بداية وليها نهاية، الشعاع ليه بداية وملوش نهاية. طب الخط المستقيم ملوش ولا بداية ولا نهاية، حد قدر يعرفهم؟ حد يقدر يقولهم لي؟ أمين. أنا يا مس، أنا يا مس عمار. ميمس. يلا يا أنا همس، عارفة. يلا يا همس هسألك، يلا قوليهم كده. أنا أهو حودت من عندهم علشان ما تغشيش. يلا أول حاجة كانت القطعة المستقيمة، القطعة المستقيمة مالها؟ ليها بداية وليها أيوه نهاية. ممتازة. طب والشعاع؟ ليها بداية بس ملهاش نهاية. ممتازة. طب والخط المستقيم؟ ولا ليها بداية ولا ليها نهاية ولا ليها نهاية. ممتازة يا همس، ملوش ولا بداية وملوش ولا نهاية، صح. يعني أنا جيت لو سألتك كده وقلت لك يا دال، مين الخط اللي ملوش بداية وملوش نهاية؟ اسمه إيه؟ الخط المستقيم. ممتازة. جيت أسألك يا جودي، قلت لك مين اللي ليه بداية وملوش نهاية؟ مين هو يا جودي؟ يلا يا جودي، يلا جودي مش متفاعلة كده. يلا يا ريحانة. مش ممكن اقولها. لا لا يا مس، لا يا مس، مس أنا عايزة إيدك على المايك على طول يا اسمعني جودي، بس. أول ما أسأل على طول نبقى جاهزة. يلا يا جودي، مين اللي ليه بداية وملوش نهاية؟ اسمه إيه؟ ايه اسمه ايه اللي ليه بداية وملوش نهاية؟ ليه بداية ومالوش نهاية؟ اه بسرعة، خطوط اسمه ايه؟ متوازية تقريبا. توازي. انا قلت كده؟ لا لا، دي جودي مش معانا اصلا في الحصة وانا زعلت لا لا منها، لا ملوش تفاعل. يا ماس، طيب يا اللي ملوش ماس بداية اللي ما اللي مش ليه بداية وملوش نهاية هو مين يا انا عمر؟ قلته مش يلا يا عمارة. عمر، يلا يا عمر، أنا عارفة مين مركز ومين مش مركز. مين يا عمر؟ شعاع. ممتاز يا عمر، شعاع اللي ليه بداية وملوش نهاية يا أستاذة جودي. الشعاع حتى بيبقى شكله عامل زي الشعاع، أهو شعاع ليه بداية، إحنا عارفين بدايته لكن مش عارفين نهايته. زعلتيني يا جودي. واللي ليه بداية وليه نهاية القطعة المستقيمة. ندخل على الأنواع اللي بعديها، العلاقة بين الخطوط. يعني إيه يا مست خطين متوازيين؟ ويعني إيه خطين متقاطعين؟ يعني إيه متوازيين يا شباب؟ يعني أنت مهما ده يمشي كده ما عمره هيقابل الخط التاني. هل دول عمرهم هيتقابلوا؟ ده ماشي على طول وده ماشي على طول، هل عمرهم هيتقابلوا؟ أنت معاك قلمين، هات قلمين معاك، قلمينك الرصاص أو قلمين جاف، أي قلمين، وحطهم كده، واحد يتحط فوق وواحد يتحط تحت. هل عمر كل ما يكبر القلم هنا ومن هنا هل عمره هيتقابل مع القلم التاني؟ ما عمرهم ما يتقابلوا، ده ماشي في ناحية والتاني ماشي في ناحية، ماشي كده، ما عمرهم ما يتقابل. فعشان كده بنسميهم ان هم متوازيين، بيوازوا بعض. اما يعني ايه مس متقاطعين؟ يعني ايه خطوط متقاطعه؟ يعني لو ده مشي كده والتاني جه كده، لو ما اديناه هيجي يروح قطعه في النقطه دي، هيقطعوا بعض. لما مد الخط ده كده هيجي يقطعوا، فعشان كده بنقول عليهم متقاطعين. جه قطعوا بعض فين؟ في النقطة اللي في النص دي. لما جم قطعوا بعض عملوا كام زاوية؟ عملوا 4 زوايا.
يعني ايه زاوية يا مس؟ الحتة اللي بينهم دي كده اسمها زاوية، دي كده اسمها زاوية، دي كده اسمها زاوية، دي كده اسمها زاوية، يبقى واحد اتنين تلاتة أربعة، عملوا كام زاوية؟ أربع زوايا. يبقى تاني تاني فهميني تاني، يعني ايه متوازيين؟ يعني ايه خطوط متوازية؟ يعني ما عمرهم هيتقابلوا، ده يمشي على طول كده وده ماشي على طول كده، ما عمرهم هيتقابلوا. يعني انت كأنك ماشي في شارع يا عمر وعمار ماشي في شارع تاني، هل عمركم ما هتتقابلوا؟ الشارع ده ماشي على طول وما بيخلص، والشارع ده برضو ماشي على طول وما بيخلص، ما عمرهم صفحة هيتقابلوا. كام؟ ما علينا من الصفحة دلوقتي. يبقى يعني ايه متوازيين؟ يعني عمرهم ما هيتقابلوا، عمرهم ما هيتقطعوا. عارفين زي خطوط مين؟ حد يعرف يشبهها لي بحاجة؟ عارفين، عارفين السكة الحديد؟ عارفين القطر؟ مش القطر يا شباب، لما كنا بنبقى راسمين القطر بيبقى فيه قضبان كده، بيبقى فيه قضبان من القطر، القطر بيبقى وقف. القضبان دي يعني جنب بعضها بس مش بتقابل بعضها خالص. يا مش آه، لقيت افرض كتاب بقى القضبان دي، افرض القضبان دي اتقابلت، كان القطر ايه؟ اتقلب بعد الشر، صح؟ يعني عشان كده احنا عاملين القضبان بتاع القطر ايه؟ متوازيين، ما عمرهم ما يتقابلوا، ده ماشي كده على طول وده ماشي كده على طول عشان القطر يفضل ماشي عليه. تعرفين طبعا القطر دي رجلين القطر اهي، عشان القطر يفضل ماشي على القضبان ما عمرهم ايه؟ يجوا جنب بعض فيروح مقلوب، عيد الشر. يبقى عشان كده احنا بنعمل خطوط القضبان بتاع القطر خطوط ملهى متوازي. لكن انا عندي دلوقتي خطوط متقاطعه، معاكي قلمك وراح اقطع القلم التاني، حطيت القلمين على بعض كده اتقطعوا هما الاتنين، فبنسميهم خطوط متقاطعه. بس طب انا المتقاطعين، المتقاطعين بيعملوا كام زاويه؟ واحد اتنين تلاته اربعه. يعني الزاويه يا مس بيبقى خط وخط اتقطعوا مع بعض، تبقى الزاويه اللي ما بينهم دي اسمها زاويه. اه دي اسمها كده زاويه. يعني ده شعاع وده شعاع، الاتنين اتقابلوا في نقطة بداية واحدة، عملوا ايه؟ عملوا زاوية. يبقى الخطوط المتقاطعة ليها أربع زوايا. طب مين الشاطر يقول لي هو الخطوط المتوازية ليها كام زاوية؟ وهنا في زوايا أصلا؟ في ها؟ زوايا اساس مفيش يعني صفر، يعني مفيش ولا زاوية، صح كده؟ تزيين. طب تعالوا نشوف الخطوط المتعامدة. عارفين يعني ايه متعامدة؟ عارفين كلمة متعامدة؟ يعني ينزل واقف كده، لكن يا مس ما ينزلش يميل كده. اه ده كده ميل، انا رسمه واحد اهو والتاني نزل ميل عليه، يبقى دول متقاطعين. بس لكن لو انا رسمه واحد والتاني نزل واقف كده ما ميلش، يبقى اسمه متعامدين. عارفين زي العمود اللي كان بيبقى واقف زمان في الشارع؟ حد منكم شاف اعمده النور اللي واقفه في الشارع؟ مسحة حد يحب كان زمان بيبقى واقف كده ولسه لحد دلوقتي، لو انتم في مصر هتشوفوا كده دايما في الشوارع في اعمده واقفه كده، أعمدة بنسميها أعمدة نور أو أعمدة كهرباء، بتبقى حديد كده، عارفينها؟ في الكويت برضه أيوه. وفي مصر في كل البلاد. طيب الأعمدة دي إيه بقى؟ هل شفت أنت عمود مايل؟ هو العمود لو مال مش ده يقع يموتنا، صح بعد الشر يعني؟ يبقى العمود ما ينفعش يبقى مايل، لازم العمود ينزل واقف كده. فهمتوا يعني إيه كلمة متعامدين؟ يعني واقفين على بعض ينزل واقف كده ما يميلش. طب هما متعامدين دول يا مستر بيعملوا ايه؟ يعني متعامدين برضو يعني متقاطعين؟ اه المتعامدين برضو يبقوا متقاطعين، ما هو متقاطعوا في النقطة اللي في النص دول، يبقى الخطوط المتعامدة خطوط متقاطعة برضو. طب بتعمل كام زاوية يا مستر؟ واحد اتنين تلاتة أربعة أربعة، أربع أربعة يا مس، أربع زوايا. بس الأربع زوايا هنا بنقول عليهم أربع زوايا قائمة. يعني إيه كلمة قائمة؟ عارفة المربع اللي هو رسمهولك ده؟ ده ب 90، يعني زاوية ب 90. الزاوية اللي جنبه دي بكام؟ ب 90 برضه. دي بكام برضه؟ ب 90. دي بكام برضه؟ ب 90. يا بيعمل أربع زوايا 90 درجة. يعني إيه 90 درجة دول؟ يعني قاف. مش العربي آه مش بالهند، ماشي صح فكرتني. يبقى 90 درجة دي معناها إيه؟ قائم. أول ما نشوف كلمة 90 دي نلاقيها إيه؟ يعني إيه 90؟ قائم. أول ما نشوف مربع زي كده زاوية معناها إيه؟ قائمة، معناه قائم. أول ما نشوف المربع ده معناه إيه؟ قائم. زاوية قائمة. إحنا كنا قلنا ثلاث حاجات، خطوط متوازية وخطوط متقاطعة وخطوط متعامدة. متوازيين مش هيتقابلوا أبدا ومفيش ولا زاوية، صفر. المتقاطعين هيتقابلوا في نقطة في النص، هي في نقطة واحدة، هما اتقابلوا في كام نقطة؟ هي نقطة بس اللي في النص. طب عملوا كام زاوية؟ واحد اتنين تلاتة أربعة، عملوا أربعة.
طب المتعادلة برضو تقابلوا في نقطة واحدة، فين النقطة اللي تقابلوا فيها؟ في النص اهي، يبقى تقابلوا في 500 نقطة ولا هي نقطة؟ نقطة واحدة. ها تقابلوا في كام نقطة؟ 500 نقطة ولا نقطة واحدة؟ اسمع من الكل، نقطة واحدة. الكل نقطة يتفاعل. واحدة. نقطة. طب عمره كام زاوية؟ ها أربعة. أربع زوايا. أربع زوايا إيه؟ قوائم. عملوا أربع زوايا إيه؟ قوائم. يعني إيه قوائم؟ يعني ب90، دي ب90 ودي ب90. يعني إيه قوائم يا مس برضه؟ يعني نزلوا عمود، نزلوا واقفين. معنى إن الزاوية 90 إن هو نزل واقف، ما نزلش ميت. يا مس. كنا واخدينها قبل كده، زي مثلا ماشي، عارفه المثال تعالوا مثلا. نشوف بقى أنواع الزوايا عشان هنحفظهم وهنسمعهم المرة الجاية. الحاجات دي كده صفحة 100 هتكتب عليها حفظ تسميع المرة الجاية، كله حفظ انا هيسمع كتبتهم. على الجروب، اللي حفظ واللي ما حفظ، اللي ذاكر واللي ما ذاكرش براحتكم. تمام. مش انا في سؤال الجمله احنا بنسمع مش حتى الرياضيات يا مس، حتى دي خدت بالها من موضوع ان في ناس ممكن تفتح الكتاب وهي بتسمع وانا مش شايفاها، فخلي بالك انك كده كده هتفتح الكاميرا، عشان الناس اللي فاكره نفسها مش هتحفظ، والمس هتسيب الكاميرا مقفوله وهم هيغشوا. لا انا واعي. ماشي ماشي يلا انواع الزوايا. ماشي ماشي. ممكن نقفل تخليها تشوف المايك عشان في ازعاج. نقفل المايك عشان في ازعاج. يعني ايه زاويه قائمه؟ احنا لسه قايلين ان هي 90، يعني ليه اول ما الاقي مس 90 تبقى زاويه قائمه. طب لو كانت اصغر من ال 90 تبقى حاده، طب لو كانت اكبر من 90 تبقى منفرجه، طب لو كانت بتساوي 180 مستقيمه. يبقى انا لما اجي اسالك، هسالك ازاي؟ هقول لك الزاويه القائمه بتساوي كام، هتقول لي 90. هسالك مش بالترتيب، هقول لك الزاويه المستقيمه بتساوي كام، هتقول لي الزاويه المستقيمه بتساوي 180. هقول لك لو كانت الزاويه مثلا ب 75 هي دي زاويه ايه؟ هتقول لي حاده ولا قائمه ولا منفرجه؟ دي هي زاوية 75. حادة. ال 75، ال 75 حاده. ليه يا مس؟ عرفنا منين؟ عشان احنا بنقول ان الحاده بتبقى اصغر من ال 90. طب لو انا قلت لك ب 95 تبقى نوعها ايه؟ تبقى زاوية منفرجة. منفرجه. منفرجة. صح ممتازين. ليه؟ عشان احنا قلنا عشان المنفرجة أكبر من أكبر من التسعين. 90 وأقل من طب لو 100. أنا قلت، لو أنا قلت 2، ها 2 2 هتبقى حادة. حد. هي صح. طب لو أنا قلت 179 هتبقى زاوية منفرجة. منفرجة. ممتازين. لو أنا قلت 90 قائمة يا شباب، ما احنا لسه قايلين القائمة ب 90. يعني ايه قائمة؟ يعني تنزل عمودي واقفة. طيب لو انا قلت 180 هتبقى المستقيمة. المستقيمة. مستقيمة. ال 180 على طول مستقيمة. لو انا قلت 25 25 هتبقى أدى. حد اصغر من 90. طب لو انا قلت 125 هتبقى منفرجة. ممتازين. يبقى ايه هي انواع الزوايا؟ زاويه قائمه بتساوي 90 درجه، زاويه مستقيمه بتساوي 180 درجه، الحاده بتبقى اصغر من 90، والمنفرجه بتبقى اكبر من 90. بيبقى شكلها كده منفرجه اهي، لكن الحاده يا عيني بتبقى صغيره كده. طيب ايه هو المضلع؟ يعني ايه كلمة مضلع؟ المضلع ده بيتكون من 3 أضلاع أو أكتر، هو شكل هندسي مغلق ثنائي الأبعاد، بيتكون من 3 قطع مستقيمة أو أكتر. يعني مش ما ينفعش أقول على مضلع بيتكون من قطعتين أقول على ده مضلع، ما ينفعش. ليه؟ لأنه لازم يبقى مقفول. طب يعني إيه مغلق ويعني إيه مفتوح؟ ممكن أرسم لك كده، بص كده معايا، كده 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 كده، وممكن أرسم لك واحد تاني كده. ده هو مش ايه الفرق؟ ده مضلع. ده مضلع يعني مثل المقفول هو المضلع. لو خدت بالك ايه الفرق بين ده وده؟ هتلاقي ان ده مفتوح من هنا، لكن ده ايه؟ مغلق. يبقى ده اسمه مفتوح، لكن ده اسمه ايه؟ مغلق. يبقى طيب مثل ما المغلق ده
هو هو المضلع. اللي مضلع. يبقى بنقول المضلع ده شكل هندسي ايه؟ مغلق. يعني المفتوح ده يا مس ما ينفعش يبقى مضلع. لا ما ينفعش يبقى مضلع. طب ينفع يا مس اكتب اعمله كده واحد اتنين بس؟ ينفع ده يبقى مضلع؟ لا لا يا مس. ليه؟ لان هما دول قطعتين مستقيمتين بس، ضلعين بس، وانا قلت المضلع لازم يتكون من ثلاثة فاكثر. يعني نبدأ بثلاثة، ادي واحد اتنين تلاتة. لو جيت تشوف ده واحد اتنين تلاتة اربعة، ها واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، واحد واحد اثنين اتنين ثلاثة أربعة تلاتة أربعة خمسة ستة. اللي عنده 3 أضلاع وثلاث زوايا ده بنسميه إيه؟ مثلث. طب اللي عنده 4 أضلاع بنسميه شكل رباعي. طب اللي عنده 5 أضلاع بنسميه خماسي. طب اللي عنده 6 سداسي. اللي عنده 7 ها سباعي سباعي رباعي. اللي عنده 8 سماعي ثماني. اللي عنده 9 تساعي وساعي. اه والله. وفي واحد عنده 18 وفي واحد عنده 20، تمام يبقى تشراوي 8 اسمه 10. ايوه. طب انت شرايه دي انت قلتها ازاي اصلا؟ اسمه 8 10. ماشي. تمام تشراوي طيب هتلاحظوا ايه؟ تعالوا عدوا هنا الاضلاع هتلاقوها قد الزوايا. عدوا هنا الاضلاع هتلاقوا 3 اضلاع. طب تعالوا نعد الزوايا. الزاويه دي ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه. تعالوا عدوا هنا الاضلاع. ادي ضلع ادي ضلع. هلونها لكم بالوان مختلفه. ادي ده ضلع برضو، ادي ده كده ضلع برضو. هلون تاني بلون مختلف عشان تشوفوا الاضلاع. يعني دول كام ضلع يا مس؟ 4 اضلاع. يبقى عندهم كام زاويه؟ ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ادي اربعه. يعني الزوايا قد الاضلاع، زوايا قد الاضلاع. يعني لو عنده 4 اضلاع هيبقى ال4 زوايا. اه يعني لو عنده يا مس 5 اضلاع هيبقى عنده 5 زوايا. اه يعني لو عنده يا مس 6 اضلاع هيبقى عنده 6 زوايا. اه يعني عدد الاضلاع بيساوي عدد، عدد الزوايا. ايوه، وبيساوي كمان عدد الايه؟ الرؤوس. كنت واخدين في تانية ابتدائي كنا بنسمي ده يا رؤى ايه؟ مش كنا بنسمي اللي فوق ده رأس، وكنا بنسمي ده رأس، وكنا بنسمي رأس يبقى عنده 3 رؤوس. نيجي هنا نسمي، نشوف الشكل رباعي كنا هنلاقيه محدش يكتب على البورد. واحد اتنين تلاتة 4 رؤوس. يبقى عدد الرؤوس قد عدد الزوايا قد عدد الأضلاع. يعني أنا لو جيت سألتك يا جوري قلت لك الشكل السباعي عنده كام ضلع وعنده كام زاوية؟ السباعي من اسمه كده. هيا جوري، الشكل السباعي عنده كام ضلع وعنده كام زاوية؟ 7 أضلاع وسبع زوايا. ممتازة. لو قلت لك الشكل التساعي يا رؤى عنده كام ضلع وكام زاوية؟ إن شاء الله 9 زوايا. ممتازة. طب تعالوا بصوا كده، هو الشكل ده يا مس مش مضلع ليه؟ لأنه مفتوح. طب الشكل ده يا مس برضه مش مضلع ليه؟ لأنه هنا بيقطعوا بعض وأنا ما ينفعش يقطعوا بعض. طب الشكل يا مس ده مش مضلع ليه؟ لأن عنده زاوية بتبقى كبيرة قوي عن 180 فما ينفعش يبقى مضلع، وهتلاقوه كده منحني فده مش مضلع. طيب في اي مضلع بيكون عدد الرؤوس سواء عدد الزوايا عدد الايه؟ الاضلاع اللي احنا لسه قايلينها. عدد الاضلاع بيبقى قد الزوايا بيبقى قد الايه؟ الرؤوس. طب يعني ايه بقى خط متماثل؟ يعني ايه محور او خط متماثل؟ ايه الخط المتماثل ده؟ عارفه زي ما تشوفي نفس كده الانسان واقفه في المرايه، مش انت بتبقي نفس الشخص اللي واقف في المرايه؟ هو هو الخط المتماثل. او تيجي كده عندنا مستطيل او مربع. يعني ايه خط متماثل؟ هيقسمني الشكل الشكلين قد بعض. يعني انا لو عندي دايره وانا عايزه اقسم الدايره دي هقسمها هنا كده بالنص. ايه ده؟ انا لو كده قسمتها بالنص يا مس الحته اللي فوق دي فعلا هلاقيها قد الحته اللي تحت. يعني النص ده بالظبط قد النص اللي تحت. وممكن حد تاني يقول لي لا يا مس انا مش عايزه اقسمها بالنص كده، يعني عايزه اقسمها كده برضه هلاقي النص ده قد النص ده. طبعا نعدله بس شويه كده، فهو النص ده يبقى قد النص ده. يعني انا اعرف من كده ان خط التماثل هيقسمني الشكل لشكلين زي بعض بالظبط. اه يعني انت هنا خدت الخط اللي في النص ده، بصوا كده الشجره اللي قدامنا دي، الخط ده مش الجزء من الناحيه اللي على اليمين هو هو نفس الشكل اللي على الناحيه اللي على الشمال؟ طب يا مستر وانا ينفع اقسمه بالنص؟ انت لو جيت قسمته بالنص هل الحته اللي فوق زي تحت؟ ها لا لا مش زي بعض. يبقى ما ينفعش ارسمه في النص. ليه؟ عشان ما ينفعش اخلي اللي فوق زي اللي تحت. يبقى ده ما عندوش غير خط اللي في النص ده بس، واحد بس.
طب المثلث زيه بالظبط، الحته دي قد الحته دي، طب لو جيت رسمته في النص هل اللي فوق زي اللي تحت؟ لا لا طبعا. طيب الشكل ده لو جينا خدناه من هنا هيبقى الحته دي قد الحته دي، طب لو جيت خط بالنص تعالوا كده نشوف. ايوه احنا المفروض كده ايوه كده اجزاء اللي فوق زي اللي ايوه تحت. لا لا ايوه لا 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 اللي تحت لازم كله اجيبها بالظبط كده، لو كله عملتها كده ما ينفعش كده طبعا، ليه كده ما ينفعش ليه؟ عشان يا ماسك خدتوا حاجة بالكم من بتطلع الحتة، كده بشكل خدتوا كبير بالكم من الحتة كده اللي تحت دي بتطلع. اصغر من الحتة اللي فوق؟ خدتوا بالكم اصلا ان الحته اللي فوق كبيره عن اللي تحت؟ يبقى ما ينفعش، هما لازم يا ميس يبقوا قد بعض. اه لازم يبقوا قد بعض، يعني ما ينفعش يعملوا هنا، ما ينفعش لازم يبقوا قد بعض. طيب هنا في المستطيل لو جبت من النص اه ده الحته دي يا ميس قد الحته دي بالظبط، طب لو جيت جبته بالعرض هنا اه برضو يا ميس لو جيت جبته كده ده الحته اللي فوق دي كده زي الحته اللي تحت بالظبط، يبقى كده كنت في المستطيل اقدر اعمل اتنين. تمام حد فهم حاجة؟ حد ما فهمش؟ انا مش فاهمه كل حاجه، بس ممكن تكلمي انا اول واحده اجاوب. ماشي عايزين نحل على الحتة دي قبل ما ندخل على الأشكال الهندسية اللي هو شبه المنحرف ومتوازي الأضلاع والطائرة الورقي. طبعا دايما السؤال اللي بيجي يتسألنا على بصي شبه هو المنحرف اصلا احنا عندنا قولي يا جميل، حد عايز يسأل مش سؤال؟ عادي في وقت كتير قوي، عادي في يلا وقت كتير، في 15 طيب. دقيقة بس هي اللي في الأرض. طيب المشكلة إن إحنا عندنا هنا كل الأسئلة جاية على أصلا المتوازي والمستطيل والمعين والمربع، فإحنا لازم نقولهم الأول. ماشي كنت عايز نطبق الأول يعني على الكلام اللي إحنا قلناه عشان ما يتلخبطش كله في بعضه. معلش يا تاتا معلش. هو ما شاء الله عليه جايب كلها أسئلة كلها على الأسئلة اللي لسه جاية، ما جابش أسئلة تانية على الحاجات اللي إحنا قلناها. ماشي ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله. ما شاء الله الدرس مليان مليان جدا. يبقى تلخيص كده احنا ابتدينا قلنا مع بعض اول حاجة قلنا ايه؟ هو ما ينفعش قلنا غير اصلا خالص. المستقيم ملوش بداية وملوش نهاية، القطعة هو الاول المستقيمة بيخش ليها بداية وليها شعاعه نهاية. وبدايته انا ونهايته. اقول بسرعة عشان اصحابنا، الشعاع ليه بداية وملوش نهاية. بعد كده قلت لك خط متوازيين يعني مش بيتقابلوا ابدا وما عندهمش ولا زاويه، لكن الخطوط المتقاطعه بيتقطعوا في نقطه واحده ويبقى عندهم اربع زوايا، اكس والخطوط المتعامده برضو بيتقطعوا بيبقى ينزل عمودي على التاني يعني بيعمل اربع زوايا قائمه. بعد كده قلت لك الزاويه القائمه 90، الحاده اصغر من 90، المنفرجه اكبر من 90، والمستقيمه ب 180. بعد كده اتكلمنا عن يعني ايه مضلع، وقلنا هو بيتكون من 3 اضلاع فاكثر، ولازم يكون مغلق، لازم يبقى مغلق ما ينفعش يبقى مفتوح. وبعد كده قلنا يعني ايه خط التماثل اللي بيقسم الشكل لشكلين قد بعض بالظبط، يعني ايه زي ما تبقى واقف كده في المراية. ندخل بقى على الاشكال ودي المهمة، هنصنف الاشكال الرباعية اللي عندها 4 اضلاع. احنا دلوقتي هنشتغل على اشكال مين؟ الرباعية. اسمها رباعية ليه؟ عشان عندها كم ضلع؟ أربع أربع أضلاع وأربع زوايا وأربع وأربع أضلاع. وأربع رؤوس، يعني إحنا عشان قلنا مس الرؤوس قد الزوايا قد الأضلاع. فأول واحد ده بنسميه شبه منحرف. هو ليه مس سموه شبه منحرف؟ عشان هو لو قدامك كده اتنين بس بيوازوا فوق بعض، عشان ما فيهوش غير ضلعين هما اللي بيوازوا بعض، هتلاقي إن الضلع اللي فوق ده مهما يطول، الضلع اللي فوق ده اهو مهما يطول والضلع اللي تحت مهما يطول عمرهم هيتقابلوا؟ ها عمرهم هيتقابلوا؟ لا يا مس لا ما عمرهم ما هيتقابلوا، ده ماشي على طول في شارع وده ماشي في شارع، يعني عمرهم ما هيقابلوا بعض. يبقى بنسمي الخطين دول ايه؟ متوازيين. طب تعالي نشوف الخطين التانيين، لو جينا نعمل ده بص كده، لو جيت اعمل التاني ده عايز اجيبه اهو، لو جيت مديت ده تعال نمده ونمد التاني ده، هل دول يا مس عمرهم ما يتقابلوا ولا هيقابلوا بعض؟ هيقابلوا هيقابلوا بعض، بعض. لقيتهم اتقابلوا في نقطة اهي، مش هما اتقابلوا هما الاتنين في النقطة دي؟
يبقى كده معناه انا ما عنديش غير ضلعين بس اللي بيوازوا بعض، والتانيين ما بيوازوش بعض. يعني انا ما طلعليش غير في شبه منحرف غير ضلعين فقط متوازيين. اول ما تلاقي كلمة فقط يبقى ده شبه منحرف على طول. اول ما نلاقي كلمة فقط تبقى ده ايه؟ معين يا مس، معين ليه شبه، ليه زاويتين حادتين وزاويتين ايه منفرجتين؟ لسه ما نيجي الوقت لما نجي له، اصبر. يبقى اول حاجة اول ما نشوف كلمة فقط يبقى ده مين على طول؟ شبه المنحرف. ليه يا مس؟ عشان شبه منحرف ما عندوش غير الضلعين دول بس، هما اللي بيوازوا بعض. لكن الاتنين التانيين لا، لان انا لو مديت ده كده ومديت ده كده هيقطعوا بعض في نقطة. يبقى مين اللي ما عندوش غير فقط ضلعين بيوازوا بعض؟ شبه المنحرف. اول ما الاقي كلمة فقط نختار مين على طول؟ شبه المنحرف. ماشي، هتبصوا كده هتلاقوا ان في زاوية زاويتين منفرجتين. فين دول يا مس منفرجتين؟ ادي دي كده، بص كده، مش دي اكبر اهي، مش دي انفرجت كبيرة اهي، وهتلاقي الزاوية دي برضو كده منفرجة اهي. ما عندكش غير اتنين صغيرين، دي حادة ودي برضو حادة، يبقى اتنين منفرجتين واتنين حادتين. يبقى عنده زاويتين حادتين واتنين منفرجتين. طب هو عنده خطوط تماسك؟ حد منكم يقدر يرسم الشكل ده نصين زي بعض؟ لو انا خدت خط من هنا، هل الحتة دي يا شباب قد الحتة دي؟ لا طب لو انا خدت خط من النص هنا كده، كده، هل الحتة اللي فوق دي زي الحتة اللي تحت دي؟ لا لا برضه. لا يبقى شبه المنحرف عنده خط تماسك؟ لا، هنقول ملوش ولا خط تماسك. فهمنا شبه المنحرف؟ يبقى مين هو شبه المنحرف؟ عنده خطين بس بيوازوا بعض، ضلعين فقط متوازيان فقط. يبقى عنده ضلعين فقط ايه؟ متوازيين، وعنده زاويتين حادتين واتنين منفرجتين، وما عندوش ولا محور تماس ولا خط تماس. تعالوا للبعدين، متوازي الاضلاع بقى. مين متوازي الاضلاع؟ لو خدت بالك ان الزوج اللي فوق مهما يمتد، مهما نمده ومهما نمد اللي تحت، ما عمرهم ما هيتقابلوا. وكمان اللي على الجنب دول اللي قدام بعض دول، مهما نمد ده ومهما نمد ده، عمرهم هيتقابلوا؟ ما لا عمرهم هيتقابلوا، ولا دول هيتقابلوا يا مس، ولا دول هيتقابلوا يا مس. عشان كده بنقول متوازي الاضلاع ايه؟ عنده كل ضلعان متقابلان متوازيين. يعني ايه كل ضلعان متقابلان؟ الضلع ده بيقابل ده يعني قصاده بيوازوا بعض، والضلع التاني ده بيقابل الضلع ده يعني قصاده برضه بيوازوا بعض. يبقى بنقول كل ضلعين قدام بعض يعني متقابلان مالهم؟ متوازيان. يبقى كل ضلعين قدام بعض مالهم؟ متوازيان متوازيان. كل ضلعين قدام بعض مالهم؟ متوازيان تخيلوا ان هما كمان بيساووا بعض. يعني لو قال لك ان الطول ده كده ب 8، اللي قدامه برضه هيبقى بكام؟ ب 8. لو قال لك الطول ده ب 6، يبقى الطول اللي قدامه برضه بكام؟ ب 6 سم. يعني يا مس الطول كل اتنين قدام بعض قد بعض. يعني كده كل ضلعين قدام بعض بيوازوا بعض وبيساووا برضه في نفس الوقت بعض. طيب هنلاقي برضه ان في اتنين حادتين واتنين منفرجتين، دي كده منفرجه كبيره ودي كده منفرجه، وهنلاقي ان دي حاده ودي حاده. طب هاخد خطوط تماسك. يعني انت لو جيت تقسمه كده، ها، هل الحته دي زي دي؟ يعني الراس دي لو جيت تقسمها وتطبق الكتاب كده على الراس التانيه دي، هل الراسين هيجوا على بعض؟ ولا الراس دي هتيجي بعيده شويه فوق شويه؟ هتيجي بعيد شوية. مش هينفع. يبقى ما عندوش برضه محور تماثل. لو جينا عملنا دول وجينا نطبق اللي فوق على اللي تحت، هتلاحظوا ان دي مش هتركب على دي بالظبط، مش هيطبقوا بعض. ارسموها عندكم في ورقه وقلم، ارسموا عندكم متوازي، طلعوا ورقه من النص كده من الدفتر وارسموا متوازي وطبقوهم على بعض. حد يعرف يعمل الحركه دي؟ انا عايزه حد يجربها ويعملها لي في فيديو. حاضر حاضر يا مس، بس ازاي اعملها شكل رباعي شكل متوازي الاضلاع؟ خلي ماما تعمله لك على متوازي، هي ماما اللي هتعرف تعمله لك على شكل متوازي، تمام؟ انت مش هتعرفي. خلي ماما قولي لها ماما اعملي لي بالورقه شكل متوازي، وانت جربي تطبقيهم على بعض، تقسميهم تطبقيهم كده في الاثنين، شوفي هيجوا على بعض ولا مش هيجوا على بعض، تمام؟ تمام فهمتوا قصدي ايه؟ يبقى هنعمل ايه؟ هنطلب من ماما ترسم لنا
بالورقة، تعمل لنا الورقة على شكل متوازي، أي ورقة عندك، أي ورقة على شكل متوازي، وأنت تجرب تطبقهم على بعض، شوفهم لو جيت طبقتهم على بعض هيجوا على بعض بالظبط، كل رأس من الرؤوس، يعني الرأس دي هتقف على الرأس دي بالظبط ودي على دي، هتلاقيهم لا، هتلاقيهم بعاد عن بعض، يبقى عشان كده بنقول إن هما ملوش خط تماسك. تعالى كده وخلي ماما برضو تعمل لك زي الطيارة الورق دي، طائرة الورقية، تعمل لك طائرة ورقية بالورق وجرب تطبقهم على هعمل لك بعض. كده في الفرن، هعمل لك متوازي الأضلاع. أنا عايزاكم تعملوا كل الأشكال، تجربي المتوازي وتعملي الطيارة الورق وكمان تعملي المستطيل وتعملي المعين والمربع، تعملي كل الأشكال بالورق وتجربي تطبقيهم على بعض، شوفي هيطبقوا كم مرة، يعني كم محور تماسك، كم خط تماسك، تمام؟ تمام. فاحنا لو جينا نطبق المتوازي هنلاقيهم ان هو ما عندوش ولا خط، ملوش ولا خط تماس. لما نيجي نشوف الطياره الورق هنلاقي ان في خط في النص بس، لكن لو جينا قسمناها بالنص كده الحته دي مش هتيجي على الحته دي لان دي اصلا اصغر من دي. فهنلاقي ان الطياره الورق ما عندهاش غير خط تماس واحد بس. طب المستطيل لما تيجي تعمليه، المستطيل زي الكتاب او الكشكول، انت لو معاكي دلوقتي كشكول جربي اتنيه على بعض هيتني بالنص وهيتني الناحيه التانيه برضه، يبقى انت هتعرفي تتنيه كده وهتعرفي تتنيه كده، عشان كده بنقول ان المستطيل عنده كام خط تماثل؟ عنده اتنين. طيب المعين عنده كام برضه؟ عنده اتنين. هل ماما تعمل لك معين وهتجربي تتنيه كده وتتنيه كده هيجوا على بعض. طب المربع عنده كام خط بقى؟ المربع اكبر واحد فيهم، فالمربع ده اللي ايه؟ اربعه. فين الاربعه دول يا ميس؟ هتقسميه كده بالنص الاول، وبعد كده بتقسميه بالنص واقف كده، وبعد كده هتقسميه كده لمثلثين اهو، وبعد كده هتقسميه لمثلثين تانيين، يعني المربع عنده أربعة، هو الوحيد اللي عنده كام؟ أربع خطوط تماثل. يبقى المربع عنده كام خط تماثل؟ ليه هما نعم ليه بيقولوا على الشكل ده؟ ليه بيقولوا على الشكل ده؟ لحظة، ليه بيقولوا على ده؟ ثانية معلش، عملت خط، عملت وش بيضحك، انجز يا معلش، عمر عشان الوقت بس، عشان لسه ما ليه خلصناش بيقولوا على الاشكال دي هسيبها المره الجايه. يبقى الكل هيطلع صفحه 102 وهيكتب عليها تسميع، المره الجايه هنسمعها. ده يا مستر هيتسمع؟ اه يبقى سمعه كده لماما عشان انت هتسمحولي المره الجايه. طب تاني كمل، احنا قلنا شبه المنحرف اول ما الاقي كلمه فيه زوجان فقط بيوازوا بعض يبقى ده شبه منحرف. متوازي الاضلاع، لا كل اتنين قدام بعض، كل ضلعان متقابلان بيوازوا بعض، يعني كله اضلاعه متوازيه وكمان متساويه في الطول، كل اتنين قدام بعض، خلي بالك المتقابله بس هما اللي بيساووا بعض، يعني لو دي بخمسه دي بخمسه، لو دي دي بسبعه هيبقى دي بسبعه، كل اتنين قدام بعض بيساووا بعض. طيب مين المستطيل بقى ده؟ ايه الفرق بين المستطيل والمتوازي الاضلاع؟ متوازي الاضلاع كان فيه اتنين حادتين واتنين منفرجتين، لكن المستطيل كل زواياه 90 درجه قوائم، كل زوايا ايه؟